للحفاظ على صحة الفم والأسنان لا بد من القيام بزيارة طبيب الأسنان بصورة دورية، وذلك للتأكد من خلو الأسنان واللثة من الأمراض، وهذا يتضمن الأطفال والكبار. فبعض أمراض الفم يمكن علاجها بسهولة عندما يتم اكتشاف المشاكل مبكراً. احنا نتمنى انه المراجعة الدورية تكون ثقافة موجودة عند كل افراد المجتمع، لانه هي فشي مهم جدا انه المريض دائما من يراجع طبيب الاسنان بشكل دوري. اكيد اكو فت حالات هو المريض ما عنده الثقافة اللي موجودة عند الطبيب، فراح يوجهه انه عندك تسوس في البداية ممكن انه تعالجه، او حالات التهابات اللثة، يعني كل عارض من عوارض طب الاسنان اي شيء راح يوجهه الطبيب انه يقوم بعلاجه بالبداية. وتعرف انه كل شيء بالبدايه ممكن انه يكون علاجه اسهل. كل عائله عندها اطفال انه تهتم باسنانهم من عمر، يعني اول ما تبزغ الاسنان اللبنيه احنا نبدي نهتم بها، نفرج الاسنان. الاهل اول شيء هم يبدون، لان الطفل راح يواجه صعوبه انه احنا نعلمه شلون راح يفرج اسنانه. بعدها تبدي يعني كل 6 أشهر مراجعه دوريه لطبيب الاسنان للكشف عن تسوسات الاسنان اللي تؤدي الى مضاعفات. هاي المضاعفات راح يسوي لنا مشاكل بالأسنان، ممكن تراكب، ممكن أسنان مطمورة، هاي الحكي على الأسنان الدائمية. ومن أكثر الأساليب خطورة أن ينتظر الشخص حتى يلاحظ بنفسه وجود مشاكل في الأسنان، وذلك لأن الطبيب لديه الخبرة الكافية لمعرفة مشاكل الأسنان واللثة ويتمكن من وصف العلاج المناسب لها. احنا عندنا المراجع ما يجي إذا ما يصير عنده ألم، وهي أكثر شيء غلط. يعني احنا اذا جانا المريض كل 6 أشهر حنكتشف عنده تسوسات ما عنده بها آلام، تسوسات هو ما يشوفها، احنا نسميها تسوس خفي ما يبين، او عنده تكلس مثلا يسبب له نزول باللثه بعدين يسبب له مستقبلا حساسيه. فاحنا نخلصه من كل هالمشاكل قبل يصير عنده الم، قبل يصير عنده حساسيه، قبل عنده حتى مرات يصير عنده رائحه بالفم. هو يباوع اسنانه ما بها تسوسات، يباوع اسنانه ما عنده آلام بها، بس عنده رائحه بالفم. هذا تسبب يعني سبب مالتها انه ما ينظف بصوره صحيحه. المراجعه الدوريه للمريض هي طبعا كلش ضروريه. بالنسبه لابني كان الشاك عنده يعني خلل باسنانه، كان عنده تقدم بالاسنان الاماميه، فراجعه الطبيب خارجي، فنصحني الطبيب الخارجي بانه اراجع مركز التقويم، فسوى لي تحويل على مركز التقويم. طبعا هنا المستشفى مشكورين بتعاملهم الطيب. تعتبر الأسنان السليمة نعمة من الله، لذا يحرص العديد من الأشخاص على نظافة أسنانهم وبقائها في شكل صحي وجميل. فشكل الأسنان ضروري بلا شك لإعطاء الإنسان صورة جميلة وحسنة بين الناس. لبرنامج صباح الخير يا عراق، حيدر جبار، بغداد.